رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، وبنوصل معاكم دلوقتي لفقره اخبارنا المحليه والاخبار العالميه وكمان اخبار محترفينا في الخارج. اليوم السابع وزاره الرياضه تمنح اتحاد الكره مهله 30 يوم للرد على تقارير المخالفات. كوره، اتحاد الكره يشكل لجنه للرد على تقارير 16 مخالفه. الفجر، اتحاد الكرة يخاطب المحترفين للانضمام للمنتخب. اليوم السابع، عجير يطلب ودية سوبر للفراعنة قبل مواجهة تونس بتصفيات أمم أفريقيا. سوبر كورة، المنتخب صلاح محسن يحتاج تأهيل 10 أيام وتضاؤل فرص لحق بمباراة سوازيلاند. الأخبار المسائي، الفراعنة على موعد مع أولمبياد الشباب، 67 محارب مصري يتنافسون على حصد ألقاب 23 لعبة. في الجول، قرعة البطولة العربية، مواجهة قوية للإسماعيلي، الزمالك يصطدم بالاتحاد والأهلي للإمارات. البوابة نيوز، ملعب هزاع بن زايد يستضيف نهائي البطولة العربية للأندية. الشروق، مباراة استعراضية بين أساطير العرب على هامش نهائي كاس زايد. الأهرام المسائي، صفقات سرية في الإسماعيلي، عثمان يعرض القائمة ويؤكد بيع المتولي وبامبو والوحش. فييرا يرفض التدخل في صلاحياته ويبدأ الإصلاح في الكأس. اليوم السابع، فييرا يرفض رحيل الحضري عن الإسماعيلي. المدرب البرازيلي يطالب السد العالي بإغلاق صفحة الرحيل ويطلب تسجيلات للدراويش. الوطن سبورت، بيدرو يطالب الإسماعيلي بمستحقاته المالية المتأخرة. الأهرام، نصائح بريطانية بالصبر على صلاح في أزمته الحالية. وسائل الإعلام، ليفربول في حاجة ماسة له، والإصابة حرب وحرب الجوائز وراء تراجع مستواه. الوطن، صلاح أساسي أمام مانشستر سيتي في رحلة البحث عن العودة. البوابة سبورت، الإعلامي أو الإعلام التركي يتغنى بالتريزيجي بعد تألقه أمام جود تاسبي. صدى البلد، تريزيجي يحقق ثلاث أرقام قياسية مع قاسم باشا أمام جود تاسبي. بوابة أخبار اليوم، تجميد نشاط كرة القدم في سيراليون بسبب تدخل الحكومة. البي بي سي، رونالدو جاهز للمباراة المقبلة أمام أودينيزي. يورو سبورت، نيمار يسرق صفقة برشلونة ويحولها لباريس. نروح معاكم لتفاصيل اهم الاخبار المحليه والعالميه وكمان تفاصيل اخبار محترفينا في الخارج. عايزه اقول لكم ان اصابه محمد الشناوي اللي كنا بنتكلم عنها منذ قليل مع زميلنا احمد كيوان من استاد التتش، اللي طبعا منعته النهارده عن التدريب، هي التهابات في العين. الف سلامه طبعا عليك يا شناوي، وده اللي اكده لنا مراسلنا احمد كيوان عبر الهاتف منذ قليل. نروح بقى لتفاصيل اهم الاخبار ونبتديها من اليوم السابع، اللي قال ان وزاره الرياضه منحت مجلس اداره اتحاد الكوره مهله 30 يوم للرد على تقرير المخالفات اللي وصلت للجبلايه مؤخرا بعد انتهاء لجنه مختصه من الوزاره والجهاز المركزي للمحاسبات من التفتيش على اتحاد الكوره. تلقى اتحاد الكوره تقرير من وزاره الرياضه بيتضمن 16 مخالفه على الجبلايه. موقع كورة قال إن اتحاد الكورة شكل لجنة قانونية لإعادة الرد على وزارة الرياضة بشأن المخالفات المالية والإدارية، واللي تم رصدها هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكورة. قال إن اللجنة التابعة للوزارة تم تشكيلها في الأساس بناء على طلب الاتحاد لإثبات سلامة موقفه بعد الاتهامات الكثيرة اللي طالت رجال الجبلية بعد المشاركة السلبية في مونديال روسيا 2018.
للفجر اللي بيقول الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبو ريدة بعت خطاب رسمي للأندية الخارجية لإرسال اللعيبة المنضمين لصفوف المنتخب الوطني الأول قبل انطلاق المعسكر الخاص بالفراعنة استعدادا طبعا لموقعة سوازيلاند في التصفيات الأفريقية. وحدد مسؤولين الجبلية يوم 7 من الشهر الجاري يوم 7 أكتوبر ميعاد لحضور كل المحترفين، وهيبدأ المعسكر إن شاء الله يوم 8 أكتوبر. اليوم 7 قالت ان خافيير اجيري المدير الفني للمنتخب استفسر من اتحاد الكوره عن امكانيه اقامه مباراه وديه في نوفمبر اللي جاي، وتحديدا في الفتره من 12 لحد 20 من نفس الشهر قبل مواجهه تونس في الجوله الخامسه في تصفيات امم افريقيا 2019. اجيري شايف ان من الافضل خوض وديه مع منتخب افريقي من اصحاب طبعا التصنيف المتقدم قبل مواجهه تونس متصدر المجموعه، خصوصا وان مواجهه النيجر وسوازيلاند مش كافيه لاكتشاف سلبيات المنتخب الوطني. سوبر كوره قالت ان هاني رمزي مدرب المنتخب قال ان صلاح محسن لاعب النادي الاهلي بيعاني من شد واجهاد من الدرجه الاولى ومحتاج لفتره تاهيل ما تقلش عن 10 ايام، وده اللي هيصعب من فرص تواجده في مباراه سوازيلاند الاولى في القاهره المقرر ليها ان شاء الله يوم 12 اكتوبر في الجوله الثالثه للتصفيات المؤهله لكاس الامم الافريقيه 2019 في الكاميرون. رمزي اكد ان صلاح محسن هيخضع لكشف طبي يوم الاثنين في معسكر المنتخب تحت اشراف طبيب الفراعنه محمد أبو العلا، وبعديها يتم تحديد موقفه النهائي باستمراره أو استبعاده من المعسكر. الأخبار المسائي كمان قال بتنطلق النهاردة فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب في مدينة بوينس آيرس في الأرجنتين في الفترة من 6 أكتوبر النهاردة لحد 18 أكتوبر بمشاركة حوالي 4000 رياضي ورياضية جم من 206 دولة مشاركة في المنافسات في 32 رياضة. وبتشارك مصر خلال دورة الألعاب الأولمبية في الصيف ده أو الحالية ببعثة مكونة من 67 لاعب ولاعبة، وبواقع 39 لاعب و28 لاعبة بيتنافسوا على منافسات 23 لاعبة فقط. وبيترأس البعثة المصرية في الأرجنتين عبد العزيز غنيم أمين عام مساعد اللجنة الأولمبية، وأسامة صادق محمد مدير إدارة العلاقات العامة في اللجنة الأولمبية، وخالد محمد حسن المدير المالي للجنة، وإناس حسين رئيس قسم الشؤون الدولية. في البول كمان قالت إن قرعة دور ثمن النهائي للبطولة العربية أسفرت عن مواجهات قوية هيقابل نادي الزمالك والاتحاد السكندري فيما هيكون على الإسماعيلي إن هو يواجه الرجاء البيضاوي المغربي في البطولة اللي هتشهد طبعا مباريات قوية تانية بعيدا عن الأندية المصرية، أبرزها ما بين الوداد البيضاوي المغربي والنجم الساحلي التونسي وبين النصر السعودي ومولودية الجزائر. كمان الوطن سبورت قالت ان البرتغالي بيدرو المدير الفني السابق للاسماعيلي طلب من اداره النادي منحه مستحقاته الماليه المتاخره التي لم يتحصل عليها منذ رحيله من النادي. مصدر مقرب من المدرب البرتغالي اكد عدم حصول رد من النادي وانه تم تجاهله بشكل غريب ومؤسف على حد تعبيره. كمان الوطن قال ان بيلتقي بكره الحد ليفربول ومانشستر سيتي على ملعب الانفيلد رود ضمن مباريات الجوله الثامنه من الدوري الانجليزي الممتاز، وبيتصدر نادي ليفربول ومانشستر سيتي جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز او البريمير ليج برصيد 19 نقطه لكل فريق مع تفوق في فارق الاهداف لمانشستر سيتي. جاء التشكيل المتوقع للقاء كالاتي: أليسون وروبرتسون وفيرجيل فان دايك جوميز ألكسندر أرنولد فينالدوم جوردن هندرسون وجيمس ميلنر وساديو ماني وروبرتو فيرمينو ومحمد صلاح. مشاهدينا معانا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم بقية فقراتنا في كلام في الميديا، خليكم معانا.
رجعنا سريعا، لسه مكملين معاكم فقراتنا في كلام في الميديا، ولسه مكملين معاكم برضو اهم الاخبار العالميه واخبار محترفينا في الخارج، وبنوصل لصدى البلد اللي قال ان حقق قاسم باشا التركي الفوز على جوستيبي بنتيجه 3-1 في ليله شهدت تالق المحترف المصري تريزيجيه محقق 3 ارقام قياسيه، سجل هدف وصنع هدفين لزمايله سام العراق، وكمان تريزيجيه كان اللاعب الاكثر تصويبا على المرمى منافس برصيد 4 تسديدات متساوي مع زميله سامول، وقدر ان هو يتمم 4 مراوغات ناجحه، وده الرقم اللي ما حققوش اي لاعب من الفريقين. ومنح محمود حسن تريزيجيه فريقه قاسم باشا 5 ركنيات خلال اللقاء. كمان بوابة أخبار اليوم قالت أن أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا أنه وقف سيراليون عن المشاركة في منافسات كرة القدم العالمية بسبب التدخل المسؤوم من جانب حكومتها في إدارة شؤون اللعبة بإقالة مسؤولين في الاتحاد السيراليوني أو سيراليوني عفوا لكرة القدم، بينهم الرئيس إيشا يوهانسن، وإرسال الفيفا خطاب رسمي لوزير الرياضة السيراليوني أعرب في الفيفا عن قلقه البالغ بشأن إقالة رئيس اتحاد الكرة إيشا يوهانسن والسكرتير العام كريستوفر كامارا. كمان قالت الفيفا في بيان التجميد الخاص اللي بعتته ان هيتم رفع التعليق بمجرد ان ياكد اتحاد الكوره ان القياده المعترف بها من الفيفا واداره الاتحاد وحساباته وقنواته المتواصل بها والتابعه ليه رجعت مره ثانيه تحت السيطره. كمان البي بي سي قالت ان أليجري مدرب اليوفنتوس الايطالي دافع عن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو المتهم باغتصاب فتاه، واكد جاهزيته للعوده للملاعب في المباراه اللي جايه امام اودينيزي. أليجري قال ان هو عارف رونالدو من 3 شهور، وخلال 15 سنه من مساره الكروي اثبت ان هو شخص محترف جوه الملعب وبره الملعب كمان، وان هو صبور في كل الازمات اللي بيمر بيها. اليورو سبورت العربية قالت ان وسائل اعلام برازيلية قالت ان البرازيلي نيمار دي سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي بيهدف لاتمام صفقة كبيرة لفريقه في الموسم القادم، موسم الانتقالات الشتوية القادم. نيمار بيخطط للتعاقد مع متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوجبا مستغلا انهيار العلاقة مع مدربه جوزيه مورينيو. وفقا للتقارير فان نيمار عمل اتصالات ببول بوجبا في سبتمبر اللي فات وحثوا على القدوم لباريس سان جيرمان على الرغم طبعا من وصول العديد من العروض للاعب، وكان ابرزهم من يوفنتوس وبرشلونه. بنوصل سريعا معاكم لفقره السوشيال ميديا اللي دايما بنتابع فيها اهم اللي نشر نجوم الرياضه على صفحاتهم.